هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نثرة برميل ثورة الجرأة حمى علي الحوثي إن الرواتب استثناءات. لحظة فالشعب اليمني لا يعتمد على الرواتب ويعتمد على ذاته، والرواتب يتأتي استثناءات. بعد هذا الخبر اللعوق وانتشاره بالإعلام وبين الناس وردت فعل الناس الغاضبة، نبع قيادي حوثي ثاني بخبر أعوج منه. عادي هدد من يعترض. يستلمون المرتبات وهم نائمون في بيوتهم، فيما رجال الله في الجبهات بلا نوم وبلا مرتبات، وفوق ذلك يجيك واحد يمط لقفه لو ما يكلفنا نكسر له لقفه. كيف يا حسين العزي؟ عادك بها تقدر تكاسر وقدفشك مثل قدام. عاد فوق الصبر 10 أشهر بلا رواتب كسر القاف. هذه نهاية شرك شرك شرك. يستاهلوا المؤتمرين اللي تقافزوا يحرقوا تواير ويحتشدوا بالقراف. حكومة الوفاق سددت حتى الفوارق المتأخرة للموظفين من 2009 ودفعت ل60,000 موظف جديد وظفهم المخلوع قبل الخلع، وذولا يشتوا بكم بلاش وفوقها كسر لقف من يقول آه. خلاص يا جماعة، كل واحد يخلي باله من لغاليغه، بدل ما تطالبوا بالرواتب طالبوا بقليل حياة للحوثي وغلمانه اللي كبرت كروجهم. هيا ها، كيف كانوا قبل وكيف الآن وانتوا رواتبكم استثناء؟ حماء الحوثي اقتلم مارين طواني جنب عب عظيم قائد محور الطرفة والأنس والرطب الرطب للحوثي. الشعب يموت جوع وهو غاطس في جبهة التورتة. تورتة الصرخة، تورتة الصرخة جاتو جاتو حاجة استثنائية. طيب كلوا الجاتو انتم وجيبوا للشعب حتى كدام مش كسر القاف. قالوا ان المخلوع بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر خالد بن الوليد بمفرخ المخا ندع منشور حناني طناني يهدد ويصايح في من بقى من المتبردقين انه مصيرهم سيكون الذبح اذا لم يصمدوا. مو بينك تتقارح يا ابو خالد، مو بينك تتقارح. ايش في باك فوق الهفه اللي كانوا معسكر خالد؟ قد عملوا جهدهم لما زلقوا الصدق، هم يتوقشوا من احمار العيون وانت تتقارح فوقهم فوق المداكي وعيالك على فهنه ودهنه بابو ظبي وبيروت وحدا وقال استفسبك وتهنجم فوقهم يصمتوا لك. ملك اخدوم روح اقفز انت، ولا بس فالح ترسل الليل حقك لقاعه الاعراس لابس ميري. يصمتوا لك من فين؟ وقد وكلت امرهم وحالهم وحياتهم ورؤوسهم لاصحاب مران، مش حاربي ورقدي ولا كيف؟ قالوا رئيس حكومة حزيز بن حبتور وقليدان شيخ الاتصالات يدشروا خدمة راتبي. يعني رجع الراتب عندهم خدمة كده توصل لتلفونك، كده يرن الموبايل تيريرين تيريرين راتبك وصل. عشان تشوفه ارسل رسالة فارغة ب50 ريال الى الرقم 0 على الشمال وتوصل لك صورة طبعة فلوس. وعشان تسمع راتبك يتكشكش برسالة صوتية ادفع 50 ريال كمان وعمل استثناء لمحمد علي الحوثي. نعمل استثناء. فالشعب اليمني لا يعتمد على الرواتب. بس تتقشقش تتشقش. وكمان عشان يصرفوا لك الراتب ارسل هاشتاج اين المرتب يا عصابة الى حسين العزي وبيجي يكسر لقفك. قالوا الأمم المتحدة تدرك اسم خالد علي صالح
ضمن قائمة العقوبات بعد التأكد من ضلوعه بعمليات مالية بملايين الدولارات وتكوين شركات وقصص كلها فلوس زلطة الزلطة. من الحرام اللي نهبوا أبوه من قوت الشعب والهوب اللي قاتلوا ببلاش وبالروح بالدم رزقه. كذا الفلوس كانت عند أبو عفشفش، يا للجيب وبرع يا يشتري لكم بها مخزون للقتل. يا خالد لو كان المخلوع صاحبك كنا بنقول لك من قارب الكير يحرق، لكن مصيبتك كبيرة، الدبور بكله أبوك. كنا نقول لكم وعد الدنيا دنيا لفوه بيبهدل بكم ما صدقتوش، ده الحين باقي صلاح وصقر ومديان ومدري من عاد بيبهدل بكم كلكم لو ما تصرفتوش معه. يا عظيم الرجاء صاحب البيضية خمسة كاس بمية، يا حراجة يا رواجة، لا حك من عجد ولا حك من انقلب ولا حك من قرح، من المخزون. هكذا بدأ علينا المخلوع قبل كم يوم، محرق مرافق مع الصمات. حاجة عجب. أسعد الله صباحكم بالخير، أحيي هذا الترجمة على شبابي من المقاتلين والمجاهدين. ايوه نهايتك يا عفاش، انا قاعد تشتغل بدل الشاطر توجيه معنوي ومع من؟ مع الصمات. والله لا تبيع لك بطاط ولا طماط بهذا الميكروفون، انه اشرف لك بكثير، احسن لك منك تشتغل مع عكفي مع مسيد. فانا اتيت لزيارتكم ومعانا الاخ رئيس المجلس السياسي الاعلى الاستاذ صالح الصمات، وهو يقود العملية السياسية. ها الأستاذ، صعب تقول فخامة الرئيس، ها صعبة على نفسك، مش إلا طلعتوا رئيسكم وقاد صحفيكم يقولوا لك الرئيس الأسبق، سحبت عليها الفخامة وصرفت له أستاذة. وضعك صعب قليل، حتى مرافق بميكروفون بيض. فذكتنا فيكم كبيرة أيها الشباب، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح، وعلى الأخ طارق محمد أنه يبقى معاكم ويعقد لكم دورة خلال 10 أيام للإخفاء والتمويه. حرام عليك، ما بوش بدروم يساعهم كلهم، قال الإخفاء والتمويه، هو بس خلعتهم الميري ولبستهم زنة وكفاية عليك كذا تمويه، والبعم اللي جنبك سلة المهملات الصمات ما هو جاري عصيد هيشي. فاصل ونرجع نواصل مع أبو عفشفش، أصمتوا معنا. حيا أبوكم ومرحبا. قام المخلوع أبو عفشفش يستقبل وفد الصليب الأحمر، وهات يا تصاوير. أخيرا أقالوا أجنبي يكلموه، عاش الدور. وعلي البخيتي ينفخ من برا، كان ناقص يبخر الفيسبوك فرحان بصورة المخلوع مع الأجانب. احنا الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص المكونين السياسيين مؤتمر شعبي عام وأنصار الله وحلفائهم، على تم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات للجنة الصليب الأحمر. نحن في الجمهورية اليمنية، هيا بذمتك عاد معك وجه تقول انه الجمهورية اليمنية ولا في جمهورية اللجان الشعبية؟ ليش رفضتم مندوبي الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين والمختطفين اللي بالسجون يدقلك هذاك المستعد؟ الحروب موجودة في العالم، ولكن في قوانين تنظمها. أيوة، فاكر انه الحرب لعبة كرة، العالم هو الفيفا ينظمها يا عبد القوانين. كان ربنا خلق لك عاقل من البداية، ليش عادك تدور قوانين تنظم كيف تقتل أخوك اليمني؟ من سقوط عمران وانتم تقوموا بتفجير البيوت والمساجد والقصف العشوائي على المدن، من كان ينظم قبل دخول التحالف؟ انت بس زعلان على تنظيم، مش زعلان على الحرب اللي دخلت بها البلاد. خذ قعوج. بالإضافة إلى الآن مرض الكوليرا وهو أحد الأسباب كوارث الحرب. كيف الكوليرا أحد أسباب كوارث الحرب؟ إيش تقول؟
يعني الكوليرا جت وبعدها تحاربوا الناس. افحصوا يا جماعه لا يفضحنا قدام الاجانب. كوارث الحرب ولا كوارث الانقلاب؟ تصدق انك اكبر كوارث البلاد هذه؟ انت كوليرا متحركه. حوالي 1880 وفيه، زائد الاصابات حوالي 400,000. هذه كلها نتائج الحرب، نتائج القنابل العنقودية، القنابل الفراغية، القنابل الصوتية. بالله عليك، يعني قائد على القوات المسلحة 33 سنة مش فاهم، جاي تقول لنا انه القنابل الفراغية والصوتية تجيب الطرش والهذا، تجيب كوليرا؟ الكوليرا نتيجة وساخة إصابات الكتان اللي جبتها وتحالفت معها ونهبت الأخضر واليابس، نتيجة الوساخة يا فرغ حاصرت الشعب بالحرب والجوع والإمامة والكوليرا. إيش عاد باقي في جعبتك تطلعه؟ شوف والله لو تطلع لنا الحنش الأقرع ما أنت راجع. أنا أكد من خلال الصليب الأحمر الدولي أننا نحمل كامل المسؤولية الأمم المتحدة، وأنها أستطيع أقول عليها وأجزم أنها مشاركة في الجريمة. الأمم المتحدة طلعت أنها مشاركة في الجريمة، نهبت مرتبات صندوق النظافة وراكمت القمامة. من لقيته قدامك حملت المسؤولية بعده من قباله. طيب قرب يوم واحد حمل نفسك حتى بشخطة قلم، مش معقول العالم كله غلطان وانت الصح. طيب لماذا ما ترسل للأمم المتحدة وفدا لتقصي الحكايك ما يجري في اليمن؟ من المعتدي؟ من المعتدى عليه؟ لازم نتكلم كمؤسسة دولية. ياها هذا قلت والغى بغالي ان الأمم المتحدة مشاركة بالجريمة، وانك دالحين تشتي وافد لتقصي الحقائق؟ دالحين تشتي الأمم المتحدة تقع عبد الجنبي؟ قولوا اللي اشتي ولا احملكم المسؤولية. يا عفوش مجلس الامن قد فعل قرار 2216 قرار اممي، او قصدك انه زامل القحوم؟ ولا عاد تجي امم متحدة ولا امم منفلتة، قد وفرت عليها المشوار انت. ولا قد الخرف وبتنسى من هو السبب والمسبب وصاحب المخزون. ذكروه هذا من صواريخ صالح، الشهيد الحي، هذا مخزونات صالح، ولا زال المخزون يعجبك يعجبك وسيستمر هذا المخزون. صالح وعارف ما كان يشتري. شفت كيف عرف من هو السبب والمسبب واللي عارف ما كان يشتري؟ مشكلتك انك فقدت التركيز وموهبة الخرطة. الخراط لازم يكون ذكي وذاكرته قوية، لكن لا وقعت أسد منيع ولا ثعل مطيع. تشتي تلعب دور الضحية ودور الخطيرة الداهية، وروحت الشعب والدولة والحزب وحتى عيالك في 60 داهية. المهم ما علينا، احنا نعيش ايام خالدة، استعادة معسكر خالد وادراك خالد عفاش ضمن العقوبات. على اي الخوالد ستحزن اكثر يا مخلوع؟ خاطركم. السلام عليكم. Blah, 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 blah.